ترى في دواسع داني غادي نرجعوا لواحد الموضوع اللي سبق لينا تكلمنا عليه في البرنامج اللي هو التربية الجنسية عند الطفل. غير حنا هذاك الطفل خليناه يكبر ودازت سنين ولا مراهق. ملي كنهضروا على سن المراهقة هو سن اللي بنياتنا وليداتنا كيبلغوا. منين كيبلغوا طبعا الجسم ديالهم والمظهر ديالهم كيتبدل، كيقدر يولي مظهر ديال انسان بالغ، ولكن النفسية والافكار والعقل راه اكيد كيكون مازال ديال الطفل اللي هو في هذه المرحله ديال الانتقال. فاليوم غادي نتكلموا على التربيه الجنسيه عند المراهق مع الهرمونات، غنهضروا على الرغبه الجنسيه عند المراهق، غنهضروا على الحدود كيفاش نفسروا لولادنا وبناتنا شنو هي الحدود اللي ما خصهمش يتجاوزوها، كيفاش يحافظوا على نفسهم، وامور اخرى اللي ان شاء الله غادي نتكلموا عليها في الحلقة ديالنا اليوم. النداء اليوم كنوجهه لكل الأمهات عندكم مراهقات أو مراهقين في البيت وكيصعب عليكم تهضروا على هذا الموضوع، على التربية الجنسية، موضوع اللي كيفرض راسه واللي على أي حال كيخصنا نهضروا عليه مع وليداتنا. فمرحبا بأسئلتكم، إلا كنتي بالعكس قدرتي تلقاي واحد الطريقة باش تفسري لوليداتك هذا الموضوع وتخليهم يكونوا واحد الفكرة واضحة ودقيقة علميا بلا ما نبقاو نكذبوا بلا ما نبقاو نبالغوا، فأيضا الشهادة ديالك غادي تفيدنا. للتواصل معنا في المباشر 05 22 77 24 24. مرحبا بكم وبشهادتكم. غادي نبقاو مع فقرتنا اليومية معكم مستمعتنا دكتورة فدوى السعداني. اليوم غادي ترافقنا في موضوع اللي فيه حساسية كبيرة اللي كيصعب علينا احنا أمهات وآباء نتكلموا فيه مع أولادنا، ولكن ربما هذا الموضوع مع هذا الوقت اللي كنعيشه مع هذا الانفتاح مع الولوج ديال أطفالنا وشبابنا لوسائل التواصل الاجتماعي الانترنت ضروري ومؤكد ما خصناش نبقاو نحشموا في هذه الأمور لأنها مهمة كتير في هذا الوقت هذا. يعني اليوم ولا أي طفل أو شاب معرض لصور جنسية أو إباحية، داكشي علاش التربية الجنسية ولا شي حاجة اللي ضرورية ضرورية. وحتى الطفل ولا المراهق كيسول الطفل مازال يمكن المراهق واحد الوقت ما كيبقاش يسول كيمشي يبحث بوحده، ولكن بالنسبة للطفل كيسول مني كيجي السؤال هكذاك من عند الطفل ولا من عند المراهق بزاف المرات لا الأم ولا الأب كيحسوا بالحرج، وفي محل ما كيعطي واحد المعلومة اللي هي صحيحة يا كيتهربوا من السؤال يا كيعطيو شي معلومة اللي بعض المرات خاطئة يا الله كيعطيو شي معلومة ولكن ما كاملاش كيخليو الطفل أو المراهق إمكانية أنه يبقى يقول مع راسه حوايج اللي هي ما كايناش. يعني هذا هو المشكل اللي بعدا كيكون هو الحرج ديال الوالدين. هي في الحقيقة كل ما الوالدين قدروا يكونوا هما عندهم بعدا معلومات صحيحة وكل ما حاولوا أنها تكون علمية وكل ما قدروا يهضروا عليها بواحد النوع ديال البعد بلا ما يفكروا باللي راه محيط حياة جنسية إذا شي حاجة حشومة، بحيث الحياة الجنسية هي واحد الحاجة اللي واردة غادي تكون وتكون في الحياة. يعني في الأول كتكون كانتظارات بحال دابا عند المراهق داك تغيرات الهرمونية تغيرات في الجسد كيبدأ الرغبة الجنسية وما كيعرفش راسو أشنو جاري ليه، يعني كتبدأ غير كانتظارات جنسية، من بعد واحد الوقت غتولي عنده حياة جنسية. والوالدين إلا قدروا يعتبروها بلي شي حاجه اللي هي طبيعيه وقدروا يرافقوا وليداتهم فيها بالعكس بزاف الاخطاء غادي تفادى، بزاف المعلومات اللي هي مهمه خصها تدوز وخاصه بزاف المبادئ خصها تدوز. سؤال دكتورة فدوى، بزاف ديال الناس كيقول لك حنا ما نجبدوش الموضوع مع وليداتنا باش ما نحلولهمش العينين، واش تفكير صائب؟ كنظن باللي الا خدينا 10 ديال المراهقين من خلال التجربه انت ديالك انا اللي نقدر نقول لك كاين الناس اللي كيقول لنا مثلا انا كنشوف ناس اللي هما ولاو الناس راشدين كنسولهم كيكون عندهم مشكل جنسي او اخر وكنسولهم كيفاش كان واش كان عندهم فضول جنسي. اللي نقدر نقول لك ربما قل من واحد على 10 اللي ما عندوش فضول جنسي في هذيك الوقت. اذا راه يعني تسعود على 10 عندهم فضول جنسي، والفضول الجنسي هو طبيعي لان علاش لان من الانتظارات ديال هذا كتبدا التغييرات الجسديه الهرمونات كتطلع اللي هي هرمونات جنسيه اللي كتولي كتعطي احاسيس جنسيه في الجسد، دونك داك المراهق او المراهقه كتبدا تحس بالتغيير في الجسد ديالها، يعني هذاك الضغط الجنسي كيبدا يحس به في الجسد ديالو. دونك ملي كيكون هذاك الضغط الجنسي بالضروره شي حاجه جديده على المراهق كيحس بها في لو كور ديالو، دونك غادي يمشي يقلب غيمشي يسول وغادي يبدا تولي عنده معلومات
مرات وهذا هو الفضول، يعني داك الفضول ماشي هو بالضروره فضول خايب، راه كاين اللي غادي يمشي الامور علميه يمشي يفهم شنو اللي جاري ليه. قليل اقل هي القصوى اللي كتقول لي لا ما عمرني ما اهتميت بهذا الموضوع، يعني راه ماشي غتحل العينين لولدك او لبنتك، راه عينيه ديجا محلولين غير في محل ما غادي تخليه يقدر يشوف حوايج او ما يفهمش المبادئ اللي كتحكم على العلاقات الانسانيه بما فيها العلاقات الجنسيه، كتعطي ليه واحد الاطار. علاش مهم اليوم مع اطفالنا ولكن ملي كيوصلوا لسن المراهقه علاش ضروري نوضحوا معهم الامور ونشرحوا لهم ونعطيهم هذه التربيه الجنسيه؟ علاش مهم؟ مهم لان خرجنا من الطفوله ولات القدره الجنسيه، بحيث قبل الطفل ولو كاع تجيه افكار جنسيه الا قلنا بشكل مباشر شنو غيطرى عند البنت، شنو غيطرى عند الولد، عند البنت او عند الولد يقدر يولي ممارسه جنسيه. علاش؟ لان كاين ضغط جنسي، كاين تغييرات، كاين رغبه، كيحس باللي عنده رغبه هذاك المراهق او هذيك المراهقه، يعني تقدر تولي ممارسه جنسيه. ملي كنقولوا ممارسه جنسيه تقدر تكون فيها خطوره، تقدر تكون مع اشخاص غير مناسبه، تقدر تكون ما خصهاش تكون كاع اصلا، تقدر تكون مثلا تقدر تؤدي الحمل، تقدر تجيب امراض جنسيه، مرض السيده، تقدر تكون حتى على حسب مشاكل اخرى، بحال مثلا واحد الشاب اللي ما فاهمش باللي الطرف الثاني خص ضروري يقول اه الى اخره، تقدر الله يحفظ توصل لاغتصابات. يعني راه واحد الحاجه اللي هي بحال واحد العافيه، بقد ما العافيه مهمه بقد ما تقدر تحرق، يعني ان خصها تاطير هذاك الاحاسيس ديال هذاك الشاب ولا هذيك الشابه، خاصها واحد التاطير باش كيعرف هذاك الاحاسيس شنو غيدير بها. فوقاش كيبدا الهضره على التربيه الجنسيه؟ فوقاش خصنا نبداو نهضروا مع اطفالنا على هذا الموضوع؟ هي في الحقيقه خصها تبدا من الطفوله الاولى، يعني من 3 سنين، من 4 سنين. كيفاش؟ اعطيني دابا دي ميساج سامبل اللي مستمعاتنا كيتصنتوا لنا يقدروا يطبقوهم في حياتهم اليوميه. شفتي في الغالب كيجي سؤال من عند الطفل، في الغالب قليل فاش ما كيكونش كاع حتى شي سؤال، وخاصه ملي كتكون مثلا المراه حامله ولا هذا، اول سؤال اللي كيكون هو ماما منين هذا الشيء، كيفاش حتى ذاك البيبي وصل لكرشك مثلا. اذا كيفاش كنولدوا الطفل؟ كيفاش كنولدوا الطفل؟ ملي كنبداو هذا اول سؤال كيكون في الغالب، او لا بعض المرات السؤال اللي كيكون هو علاش انا هكذا، وعلاش مثلا اختي هكذا، علاش انا ما عنديش، كل واحد كيفاش كيسمي، يعني الجنس ديال الذكر، كيفاش الجنس ديال البنت. هذه هي الاسئله الاولى اللي كتطرح. ملي كتطرح هذه الاسئله هنا خصنا نبداو نعطيو اجوبه حقيقيه. شنو خصنا نقولوا؟ خصنا نهضروا على حسب السن ديال الطفل، خصنا نهضروا معاه واحد شي حاجه اللي يفهمها، مثلا بلي البنيته والوليد خصنا نقولوا لا البنيته مصوبه بحال هكذا والوليد مصوب بحال هكذا. ملي كيسول الطفل كيفاش انا يا ماما كيفاش حتى بيبي دخل لك الكرشك، كنشرح له بلي راه حيت انا وبابا كنتباغاو وداك الحب اللي بيناتنا كنقدر يكون عندنا، حيت مثلا الا كان طفل صغير نقولوا عناق، نقولوا شي كلمه اللي غيقدر يقبلها ان كال، ها كان عنده اكثر من 6 سنين، كان عنده اكثر من 6 سنين كنقدروا نهضروا داك الساعه على حيوان منوي، كنقدروا نهضروا على بويضة، وان هذاك وكنقدروا نهضروا حتى على لقاء جنسي بلا ما ندخلوا في التفاصيل، باللي هذاك الشيء هو اللي كيخلي ذاك اللقاء بين البويضة وبين هذا الى اخره. وكل ما كبر كل ما كنقدروا نقولوا كلمات اكثر. نعم. يعني نقدروا نهضروا على علاقه جنسيه مثلا مع طفل ديال 8 سنين او 9 سنين لان غتفهمها، وفي الغالب عنده فكره عليها، راه هذا هو المشكل ديال البنيات، كيبداو يفهموا شنو هو الحيض، كيسولوا شنو هما لي غير او الدوره الشهريه. ملي كتجي الدوره الشهريه خصها تفهم البنيته، ممكن معلومه حتى الولد يقدر يسول، ما البنيته كتسول اكثر لان كتحس بها بالذات ديالها بعدا هي، خصها تفهم باللي هذا حاجه بسيطه، هو ان عندها الرحم ديالها هو بحال واحد الشكل ديال لوني اللي كان هذا، يعني كل شهر بحال واحد العش، كل شهر كيتكون فيه واحد الطبقه اللي كيخصها تحافظ على البويضه الا كانت. نعم. وكل شهر محيط ما كتكونش البويضه وما كيكونش حمل، هذاك العش خصو يتخوى ويتنقى. غادي نشوفوا اسئله مستمعاتنا اليوم، كنهضروا على التربيه الجنسيه عند المراهق. كنذكر غير حنا كنرجعوا معكم باش نقولوا على انه التربيه الجنسيه باش ما تخليوش الفراغ مع ولادكم حتى يوصلوا لهذا السن المراهقه اللي كيكون سن ومرحله صعيبه، خاص هذا الشيء يبدا كيف قلنا من كل فرصه، في كل فرصه. غادي ناخذوا هدى بدايه اللي عندها جوج المراهقين. اهلا بك هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك معنا على راديو اصوات وبرنامج حديث ومغزل. الله يخليك، ميرسي بوكو على لي زيميسيون اللي كيفوتوا، فرانشمون كيخفوا علينا شويه الغربه في هذاك وداك لو مونك تاع البلاد اللي عندنا، دونك ميرسي. الله يبارك فيك، مرحبا بك هدى. عندك جوج ديال المراهقين، شنو السن ديال وليداتك؟ الوغ الكبير عنده 13 ونص، والصغير عنده 11 ونص.
بدات انايا عندي هذا لو سوجي ابوردي فاش كان الولد الكبير كان عنده هكاك 11 يعني فاش فات لا بروميير اني تاع الكوليج اي بدات اون فات اون سي با روندو كونت مي كنا كنشوفوا الولد الصغير كيغبيتي دي فوكابولير دي جوز دي اكسبرسيون وفاش سولنا قالنا راه فوالا سي مون غون فرير هو اللي كيقول لي كي il me raconte il m'explique des choses مع سورتو في لو 6ام كيبديو كيقراو في الماده العلميه اون فات التربيه العلميه كيبداو كيقراو على لا ريبرودكسيون على على التوالد الانجاب والتوالد والخصوبه اييه اكزاكتومون دونك مشيت لو بابا اللي تام تي بو جيني دونك اون با لابيتود دونك عايشين في البلاد اون با لابيتود ما كبرناش مع اننا نسولو مع كلشي عندنا تابو ام تي بو دونك كان لو شوا اننا سوا نسكتو وحنايا هذاك نواصلوا في نفس لو ريتم تاع البلاد ان حشومه وما تهضرش وعيب وهادي او لا اون ابورد لا كيستيون دونك انا بقيت كنشوف هنا في اوروبا كل شيء تقريبا اوتوريزي دونك يعني لادو واخا انا ما نقولو حتى شي حاجه راه عنده لاكسي للانترنت عنده لاكسي للزنقه عنده لاكسي لصحابو اللي ما عندهمش نفس الثقافه ولا نفس المرجعيات فاصون دو فوار لي شوز ولا دو فار لي شوز دونك سيتا كيلكو شوز اللي شويه صعيبه عليا انايا اون طونك مامون شنو اللي صعيب عليك باش نمشيو معاك هدى شنو اللي صعيب عليك اليوم باش نمشيو معاك لعمق الموضوع وسؤال كيكون مباشر ونجاوبك عندي انني اون فيت شديته وهضرت معاه هضرنا على الجانب الديني وفسرت له على ان جو سي اوبليجي ان اي حاجه كتكون انتردي في الدين ديالنا كتكون ديجا بروفي سيونتيفيكمون ها علاش فوالا دونك دخلت معاه في الكوتي سيونتيفيك لو ريسك اي تو سا اي اون فات كوم مع لو ميدسان تريتون كيديرو دي فاكسان اي تو سا دونك لو ميدسان تريتون الى ابورد لا كيستيون على لو ريسك فير اتونسيون اي اي جو بونسي كو فوالا هاد لو سوجي il est clair il est net il y a pas de problème ولكن اي سورتو فاش كنكونو في لو ديبا كيسولني دونك جو ريبون اي جيساي دو ريبوندر بار رابور ا سون اج et par rapport à côté scientifique surtout. مي ولات عندنا واحد انا ولو بابا عندنا بحال لو دوت بحال ولا اوبسيدي بداك لو سوجي يعني عندكم احساس عندكم احساس ان ولدكم اللي عنده 13 سنه اللي هو في ريعان المراهقه ولا كيفكر في الموضوع المراهقه ولا عنده بحال واحد لا فيكساسيون ولا عنده واحد التركيز على موضوع الجنس شو اللي خلاكم تفكروا بحال هكا خصنا نربحوا الوقت باش نقدروا شو اللي خلاكم تفكروا باللي راك عنده فيكساسيون Je vais vous dire clairement, en fait, le début de son intérêt là le sujet, il a commencé à faire des pratiques. Donc, je vous laisse expliquer c'est quoi les pratiques, quoi, donc je lui ai expliqué le risque. Sur les pratiques de la masturbation En fait, voilà, je vais le dire en français, en fait, il se masturbait. Hein, voilà. Donc, je lui ai expliqué qu'il faut faire attention, là, il peut se faire mal, il peut attraper des maladies, des infections, donc voilà. Et surtout, qu'il nous fait peur, surtout. L'imkhoufna, dernièrement, en fait, l'ould, il est inscrit au cours de soutien. Et parmi les profs, lesquels le soutien, c'est un prof qui est d'origine marocaine et musulman. Donc, Nous, voilà. Et il nous a alerté comme quoi c'est le sujet que notre fils aborde souvent avec ses camarades. واخا غادي نكملوا معاك من بعد الفن دائما مباشره في حديث ومغزل على راديو اصوات هدى اللي عندها جوج المراهقين السؤال ديالها في صلب الموضوع ديالنا اليوم حول التربيه الجنسيه عند المراهق موضوع اللي كيفرض نفسه ما عندنا فين نهربوا منه خصنا نهضروا عليه ونعرفوا كيفاش نهضروا عليه وكيفاش ايضا نوضعوا الحدود مع بنياتنا مع وليداتنا ملي كيوصلوا لهذه المرحله الصعيبه باش ما يكونش كذوب باش ما يكونوش مشاكل باش ما يكونوش ازمات ويكون فشل في التربيه في تمرير القيم اللي كنامنوا بها عندنا حنا الاباء والامهات الاطفال ديالنا ملي كيوصلوا لسن المراهقه
إذن هضرات على نقاط مهمة هدى واللي هي فصول بالموضوع ديالنا. هضرات على الهوس اللي ولا عند الولد ديالها موضوع الجنس وهضرات على العادة السرية اللي كنسميوها العادة السرية. دكتورة فدوى هادي من المخاوف اللي كاينه بزاف عند الوالدين كيخافوا بزاف من العادة السرية. بعد هادي غنهضر عليها ربما هي الأولى وأنا كنفضل نسميها الممارسة الفردية ممارسة جنسية فردية أكثر من عادة سرية لأن فيها السرية وفيها بزاف ديال الأمور اللي هي سلبية. المشكل ديال العادة السرية هو أنها كتعاش بواحد كيعيشها هذاك المراهق بزاف ديال الخوف بزاف ديال الحشومة وبزاف ديال تأنيب الضمير وبالإحساس بالذنب. وربما هاد النقطة خصني نشوفوا فيها شنو كيقول الشرع لأن هنا محطوط فيها بزاف ديال التساؤلات. وكنظن باللي دابا بزاف ديال الفقهاء يعني ما كيحرموهاش. وأنا من ناحية الطبية من ناحية العلمية هي مرحلة ديال التعرف على الذات. هذاك المراهق أول حاجة بين يديه هي نفسه هي ذاته كيشوف شي حوايج كتجرالو في الجسد ديالو كيشوف انتصابات كيشوف ملي كتكون كيشوف شي حاجة كتير وكيكون عنده انتصاب. إذن باش يفهم الجسد ديالو كيحتاج أنه يدير هذا النوع ديال الممارسات. هذه من جهة. من جهة أخرى هذيك الممارسات كتقدر تفرغ هذاك الضغط الجنسي اللي هو كيحس به. إذن هنا هذه النقطة أنا اللي غنقول للوالدين إلا لقيتي وليداتكم كيديروا ممارسة فردية ما تبقاوش كثروا عليهم الإحساس بالذنب ديال كتمرض كتحمق كدير شي حاجة خطيرة بزاف. علاش؟ لأنك كتكبروا عندهم الإحساس بالذنب وماشي بالضرورة ما غيبقاوش يديروها غير غيبقاو يتخباو كتر وغيبقاو يحسوا بلا كولبابيليتي كتر. دونك هذه نقطة مهمة بزاف وخاصة ديروا في بالكم باللي راه غير كيبني بها نفسه وباللي راه إلا دارها بلا داك الإحساس بالذنب بزاف راه في واحد الوقت ما يبقاش يهتم بها. والنهار اللي غادي تكون عنده حياة جنسية اللي هو يعني مع الشريكة اللي مع زوجة مع كذا ما غاديش يبقى يحتاجها بنفس الطريقة. هذه من جهة. من جهة أخرى كتهضر على التركيز ديال ولدها على هذا الموضوع الهوس ولا بحال مهووس هو ولا بحال مهووس لانه هو كيهضر. خصنا نديروا في بالنا واحد القضيه ديال الوليد راه دابا في الغالب يا رشد يا يلاه قريب يرشد يعني راه غادي تكون الهرمون ديال التستوستيرون عنده في الجسد ديالو افرازات كثيره يعني راه العقل ديالو مركز على هذيك النقطه اولا من ناحيه الفضول وثانيا من ناحيه داكشي اللي كيحس به في الجسد ديالو. كل ما الوالدين غيتخلعوا وغيقولوا لا كيهضر بزاف على هذا الموضوع ما خصوش يهضر على هذا الموضوع ربما كل ما غيتزاد المشكل. انا في الراي ديالي بقاو كتشرحوا له وانه ربما كاين مواضيع اخرى ويدير رياضه ويدير حوايج اخرين وينفتح ولكن قبلوا انه في هذه المرحله راه عنده فضول وغادي خصو يشبع هذاك الفضول ديالو. دابا كيهضر معاه لك ما غادي يقول لانه هو اللي قدو هما اللي غادي يقدر يهضر معاهم في هذا الموضوع غير ما ديروش فيها بحال غنقول من الحبه قبه. باش من معنى انكم الا بديتيو كتقولوا لا ما خصكش تهضر في هذا الموضوع بالعكس كتخلقوا عنده واحد الاحساس بلي هو كيدير شي حاجه ليا خطا. الوغ كو الا كان كيدوي في هذا الموضوع بلا ما يجرح حد بلا ما يعاير بلا ما يقول كلام ساقط يعني مجرد يعني كيبحث كيقلب ما كنظن بلي غير رافقوه بلا ما تصعبوا عليه الموضوع اكثر من كده. نعم هدى ايضا تكلمت على الدين وعلى انه هي ولات كترجع تشرح لولدها هذا الموضوع ديال الجنس بالدين. بغيت انا نطرح واحد السؤال بغض النظر دابا على التجربه الشخصيه ديال هدى. واش بعض المرات حنا الاباء والامهات ملي كنوحلوا وما كنعرفوش كيفاش نقنعوا وليداتنا في الكلام بقيم باخلاق كيفاش غنقول نتفقوا معهم على الحدود غادي نلجؤوا للدين وربما الدين بعض المرات كيفاش حنا كنوصلوه ما كيكونش فيه الشرح والتحليل اللي كافي باش يقنع هذاك المراهق. فكيفاش ممكن الدين ما يكونش واحد الوسيله اللي كنخلعوا بها كنخلعوا كنخوفوا بها ولكن الدين ديالنا لانه هو دين ديال السلم ديال الحب ديال حب الله ديال مليء بالقيم وبالاخلاق. انا فقط هنا علاش كنسولك لانه التخوف ديالي هو الدين نخرجوه بحال شي حاجه اللي عندك بالك حرام خاف من الله وكنزيدوا نكبروا. لا انا كنظن ربما هنايا هذا موضوع اللي ربما مختلف شويه هو واش كنستعملوا الدين من ناحيه التخويف او لا كنستعملوا الدين من ناحيه الترغيب. هذا موضوع اللي هو مختلف. هنا الدين والقيم الدينيه فيها حدود جنسيه بغينا او كرهنا فيها حدود جنسيه. بالنسبه للاباء اللي عندهم في المرجعيه امور اللي هي دينيه بالضروره غيبغيو يوصلوها لوليداتهم وكنقول بالعكس هذاك اطار اللي ممكن تهضر فيه
على المواضيع الشرعية يعني تهضر على الموضوع الجنسي من الجانب الشرعي، من الجانب الأخلاقي الإنساني العام وخا ما يكونش داخل في الموضوع الشرعي، وبالنسبة للأمور الطبية والصحية. يعني أن في نفس الوقت تقدر واحد الأم توصل الفكرة ديالت أمور اللي هي محرمة راها محرمة، وتربطها بالأمور الجسدية بالأمور الطبية وها علاج كاين هذا التحريم، ومن وإضافة على هذا الأمور الأخلاقية اللي فيها حرية الآخر اللي فيها حريته الشخصية إلى آخره. يعني نقدروا نربطوا المواضيع كاملة. وأنا كنقول للناس هذه فرصة، راه منين الوليدات ديالكم كيسولوكم راه داك السؤال من ذهب. علاش؟ لأن راه كيعطيوكم فرصة نتوما تعبروا على داك الشيء اللي نتوما مهم بالنسبة لكم، ديك النوع التربية اللي بغيتيو توصلوا لهم سواء كانت من ناحية الدينية أو كانت من نواحي الأخرين. ما نجيوش مور الدين ونقولوا كل شيء حرام بلا ما نقولوا يكون تشي تفسير، وخاصة مني كنوليو نكذبوا. أنا بعض المرات كنقولوا شي حاجة محرمة وهي ماشي محرمة، ولكن في نفس الوقت إلا كانت كاين مرجعية دينية من الضروري أنها غادي تدوس. نعم، إذن هنا الفكرة واضحة. هذاك الشيء علاش بغيت نوقف على هذه النقطة باش ما نبقاوش نقلبوا غير فين نتخباو، ولكن خصنا نشرحوا وليداتنا راهم عندهم العقل خصهم يفهموا، وخصنا تكون عندنا حتى حنا فكرة واضحة على مرجعيتنا الدينية. لأن بزاف د المرات شي حوايج غير سامعين بهم ماشي عارفينهم حقيقيا، اللي حنا عارفينهم مقتنعين بهم متأكدين منه نكونوا متأكدين غنوصلوه لوليداتنا بطريقة أحسن. الأمهات اللي بحال هودا كيحسوا بأنه أولادهم ملي كيوصلوا للمراهقة تيولي ديك الهوس بالجنس كيتكلموا عليه بزاف، كيديروا هذه الممارسة الفردية اللي تكلمنا عليها وكذا. يعني هنايا كنفهموا على أنه الطفل عنده ديك الرغبة، الهرمونات، التحول الهرموني في الذات ديالو كيولي مجهد تبارك الله. كيفاش يفرغ هذه الطاقة؟ كيفاش نخلقوا لولادنا فين يخرجوا ديك الطاقة؟ بالضرورة أن كاع الأمور الجسدية كاع لي زاكتيفيتي فيزيك سبورتيف كيعاونوا باش يفرغوا هاد الطاقة، والرياضة بالخصوص. غير هو أول حاجة كنظن اللي كتسمح لأي واحد فينا أنه يفرغ شي ضغط عنده خاصة ذاك المراهق هو نقولوا له راه طبيعي هاد الشيء اللي عندك، لأن ما حدو كيحس باللي راه شي حاجة خطأ. ماشي من حقه يفكر في ذاك الموضوع، ماشي من حقه يكون كيقلب أنه يعرف، ماشي من حقه أنه يحس برغبة جنسية كل ما كيزيد المشكل. إما ملي كنشرحوا له لا راه هادشي كله اللي كيجرى لك دابا راه طبيعي، داك الساعه كيكون عنده غير هو. ملي كنشرحوا له بلي راه طبيعي كنشرحوا له بلي هو ماشي ناضج بما فيه الكفاية باش تقدر تكون عنده ممارسات جنسية، وكنفرحوا كنشرحوا ليه بلي كاين واحد المراحل في الحياة. داك الساعه ملي كنقول له كيقول لك وانا دابا حاسس بهذا الضغط شنو ندير مثلا، انا كنقترحوا رياضة، كنقترحوا خرجات، الجري يفرغ هذيك الطاقة. وفي نفس الوقت حتى إلا كان هو محتاج سؤال يطرحه نخليوه يطرح هذاك السؤال بلا ما نتهربوا منه، بلا ما نحسوا بلي هو داير شي حاجه خايبه، بحيث كل ما كيلقى اجوبه اللي كتقنعه كل ما كيرتاح وكيعرف بلي هذه مرحله في الحياه. كاينه واحد النقطه مهمه في هذا الموضوع، انه الذكوره بالخصوص طبعا لانه كيولي هرمونات كتكون افرازات، ممكن اليوم وهي كتقاد فراش ولدها تلقى مثلا وسخ فراشو او حوايجو. هاد الوضعية هادي اللي كيعيشوها كاع الأمهات اللي عندهم الولاد تبارك الله، كيفاش المرأة خصها تصرف؟ كيفاش الأم خص يكون التعامل ديالها؟ أنا كنظن خصها ما دير والو، لأن هادي حاجة طبيعية. خصها غير إلا كان الوليد مازال ما عارفش، خصها ربما الأب، يمكن ماشي الأم لا تقدر تهضر معاه، مي الأب خصو يشرح له باللي الوليدات كيكون عندهم في الليل وخاصة في آخر الليل، يعني في 4 الصباح 5 الصباح 6 الصباح كتقدر تكون عندهم انتصابات اللي هي تلقائية ما عندها حتى علاقة بأن فكر في الجنس او كذا. وكامر هذيك الانتصابات خاصه في الاول كيقدر يكون معها قذف، وباللي راه خصو يغسل من بعد، يعني نشرح له باللي راها احتلام، وباللي راه خصو الا كان غيصلي مثلا خصو يغسل، وكتشرح له باللي راه حاجه طبيعيه باش هكذاك حتى هذاك الوليد ماشي كيبقى حشمان من راسه بحال دار شي حاجه عيب ولا كذا. بحال البنت منين كتبلغ وكتولي تجيها الدوره الشهريه او الحيضه، طبعا كيخص اليوم تجلس معاها وتشرح ليها، لانه كاين اليوم يعني الخيال ديال وليداتنا كبير واسع. كاين اللي غيصحابها ما عاد شنو طرا لها، كاين اللي غيصحابها مريضه، فضروري نشرحوا. بزاف ديال البنيتات اللي ما عمرهم ما تشرح لهم شنو هو الحيض النهار الاول اللي كتجيهم الحيضه، وللاسف لان كيكونوا ترباو على قضيه عندك البكاره وعندك شحال من بنيته تصدمات وتصحاب لها راه وقع لها شي حاجه جنسيه ما فهمتش باللي راه الحيض، بحال ضاعت لها البكاره. يعني علاش؟ لان كاين بعض المرات باش تشوفي بعض المرات كيفاش التربيه الجنسيه عندنا شي أننا كنقدروا نهضروا مع البنيته على البكاره وعندك ديك البلاصه الى اخره، وما نهضروش معها على الحيض اللي هو ربما شي حاجه فيزيولوجيه اللي غتجي غادي.
تجي. يعني غير باش ما نخلطوش المفاهيم، كل شيء مهم نهضروا عليه، مهم نهضروا على الاحاسيس، مهم نهضروا على الرغبات الجنسيه، على التغييرات اللي كتوقع في الجسد، مهم نهضروا على المبادئ وعلى الاخلاق وعلى الحدود. غير ملي كنديروا هادشي كله في واحد الاطار مفتوح، كل حاجه كتاخذ بلاصتها. دونك غير الامهات والاباء ملي تشوفوا وليداتكم ولاو كيفكروا في الموضوع ديال الجنس بزاف، بغاو يهضروا عليه، عطيو لهم فرصه، غادي يهضروا عليه شويه ومن بعد غادي يدوزوا لحاجه اخرى، غادي يدخلوه صافي في البروغرام ديالو. غادي ناخذوا فاطمه اللي معنا من الدار البيضاء، عندها تبارك الله عزري عنده 14 عام. اهلا بك فاطمه. السلام عليكم اختي، كيداير لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك، مرحبا بك معنا على راديو اصوات. الحمد لله. مرحبا فاطمه. قول لي فاطمه، العزري عنده 14 عام. عنده قرب 14 عام وعنده لابيليبسي كيطيح ليا. اييه. وكيرسل ليا القلوبة وبعض المرات كيجبد ختو كيهضر معاها، انا كنبغي هادي، انا عزيزة عليا هادي. اييه. وشوية عنده شنو، اسمحي لي نوقفك، كيفاش كنبغي هادي عزيز عليا هادي؟ كيهضر على بنيتات اخرين، البنات اللي كيقراو معاه. عجبتني هادي، ولا جبدات بنتي تقول لي ماما شنو كيقول لي، واش كيقول لي اخويا، اش كيقول لي، كنقول كيحشم يهرب ويهرب مني. ما كيقدرش انت يهضر معاك في هذا الموضوع. ولا كيشدها يضربها، يقول لي علاش قلتي لماما. فهمت. هي شحال في عمرها بنتك؟ بنتي عندها 10 سنين. 10 سنين. هو الكبير. وانت كيفاش كتعاملي مع ولدك فاطمه؟ ما عرفتش كيفاش نتعامل معاه، عنده شويه النطق ثقيل وعنده شويه تاخر، ما عندوش قرايه بزاف ولا ما كيعقلش بزاف. ما عرفتش كيفاش نتعامل معاه انا. واش رشد؟ واش بلغ؟ لا باقي ما بلغش، مازال ما بلغش. لا حيت صغير ووريه شتي كتقول تعطيه غير 8 سنين 7 سنين اللي غتعطيه. واش الوليد عنده مشكل صحي ولا ذهني؟ عنده مشكل صحي. نعم. اللي غنقول مشكل دابا كيفاش غادي نتعامل معاه؟ كيفاش بعدا اول حاجه لا فاطمه، هادشي اللي انت كتهضري عليه انا جاني هو طفولي اكثر من انه ديال سن المراهقه. باش من معنى الوليدات والبنيتات كاملين كيرسموا القلوب وكيتباغوا بعضياتهم من الماتيرنال، يعني من الحضانه، ماشي معنيتها باللي راها امور جنسيه. لحد الان كتكون اكثر امور عاطفيه. الوليد ديالك حتى الا كانت بدات كتبان عنده ربما امور اللي هي رغبات جنسيه، دابا اللي كيبان لي كيهضر مع اختو اللي صغر منه، يعني ربما قريب ليها، كيحس براسو قريب ليها، وبالطبيعي ان غيغضب لان كيقول واحد الحاجه اللي بالنسبه ليه سريه. ولكن دابا مادام تنتيا في بالك هذا الشيء، تقدري تمشي انتيا وتهضري معاه تقول له اجي، راه ماشي مشكل الا كنتي كتعجبك شي بنيته معك في القسم او كتبغيها، شنو باش كتحس الى اخره. يعني حاولي انك تهضريه، ماشي غير تسدو على الموضوع. هو حشمان من جهه، انت ما عارفه شنو ديري من جهه، والبنيته كتلقى راسها بيناتكم خصها تهز الاخبار تديها وتجيبها. يعني دابا انت اللي عرفتيه كيدير بحال كيرسم هكذا قليبات، كيبغي بنيوتات الى اخره، جلسي معاه وقول له شرح ليا باش كتحس. راه من الطبيعي انك تبغي بنيته، من الطبيعي البنات كيبغيو الاولاد، هذه حاجه اللي طبيعيه، غير هي راه كل حاجه فوقتها. وكتشرحي ليه حتى المواقف، فهمتيني، ما يخليه يعبر هو باش تعرفي بعدا شنو تحت راسه، واش هو مجرد ذاك الحب الخيالي الرومانسي ديال الاطفال الصغيورين، ولا واش هو حب اللي بدا كيكون فيه واحد شويه ديال الرغبات الجنسيه. ومني غتفهمي ولدك حسن، غتقدري داك الساعه توجهي حسن. مثلا الا كانت امور جنسيه، غتشرحي ليه باللي راه هذاك شي مرحلي، باللي هو راه باقي ما ناضش بما فيه الكفايه باش تكون امور جنسيه، باللي راه كاين شرع، باللي كاين اطار، باين لك كاين حدود الى اخره. وغتبدي تشرحي له بشويه بشويه، ويلا شفتي باللي لا راه باقي في داك الشيء ديال الطفوله، باقي في داك الشيء ديال هذيك امور بسيطه، غادي تقول له باللي من الطبيعي، غير المهم انها يحترم ديما ديك البنيته، ما يطلبش منها شي حاجه اللي ما كدارش الى اخره. يعني كنظن غير خدي انت الامور بواحد الراحه، وغتقدري ترتاحي مع ولدك وتوصلي ليه الرساله اللي خصها توصل ليه. وحنا مواصلين معكم ديال الخصو طبعا. اهلا بك يا مها. السلام عليكم اختي سناء. وعليكم السلام ورحمه الله. مزيان، نهار كبير هذا، منين تشد ليا الخط. الله يكبر بك مها، سعيده بك وتحيه لكم بطنجه. عندك سؤال في الموضوع، مرحبا بك. انا عندي بنيته عندها 10 سنين، والصراحه انا من ناحية ديال الحيض وديك الشيء دائما كنهضر معاها، هي اصلا دائما تطرح عليا اسئله. ماما فوقاش غتجيني الحيض؟ مره كتقول لي ماما انا ما بغيتهاش، لان غيبقى يجيني الحريق في كرشي وغنبقى المرض وهذا. كنقول لها لا بنتي، راه النهار اللي هذا كيفاش ماما عاودي لي انت اول مره.
ولكن مؤخرا قرات حيت كتقرا في الخامس قراو على الاغتسال وجات عندي قالت لماما راه حنا قرينا في الاغتسال كان دم الحيض دم النفاس شنو هي دم النفاس اذا شرحت لها قلت لها بنتي شنو هي شنو قلت لها شنو اخر وتقول لي راه قرينا واحد الكلمه الجنابه ولكن ما فهمتهاش قلت لها واش شرحها لكم الاستاذه قالت لي هي ما شرحتناش قالت لنا غير شي حاجه هكا ودات وانا كنت مرتبكه ما عرفت ما عرفتيش كيف تشرحيها لي انت مادام الاستاذه ما قدرتش تشرح لهم واش خصني نشرح ولا ما خصنيش نشرح ما عندي ما نسالك باش حتى انت ما تقوليش لبنتك شي حاجه بحال هكاك ودوزي دابا شنو ما عرفتيش كيفاش تشرحي لها الجنابه ياك واتصلت بالاب ديالها قلت له راه البنت راها شنو سولتني سولتني شنو خصني ندير معاها وسيرتو بارفوا هما مرتبطين بين البيت ديالهم حدا البيت ديالنا واحد المره الى بوزي لا كونسيون في الطبله قالت لي ماما علاش كتسدوا الباب في الليل عرفتي سابكنا باها سابك حيت كانت معنا لا مامي ديالها ما عرفتش نقولوا لها جيت انا في التالي قلت باش شنو غندير قال لي حاولي تشرحي لها بشي طريقه قلت انا وياها البيت ايوا يمكن واقيلا درت واحد الخطا لان عندها اختها عندها سبع سنين دقت عليها من البيت قلت لها انت خرجي خليني نهضر شرحتي غير الكبيره وما شرحتيش للصغيره شرحت الصراحه للصغيره ودابا شرحتي الجنابه الكبيره ولا لا تقريبا شرحت لها قلت لها بنتي الجنابه هي كتكون واحد الكونتاكت ما بين المراه والراجل وقلت لها كنضطروا ان احنا نغتسلوا في الصباح قالت لي واش هذاك هو الوضوء الكبير قلت لها اه بنتي هذاك هو الوضوء الكبير من بعد راكي غتكبري غتفهميني ولكن دابا انا عطيتك واحد يعني انت قلتي لها كونتاكت بقيتي في هذه الكلمه ديال كونتاكت ما شرحتيش اش منو هذا الكونتاكت عاوتاني هاد يومين حنا كنهضروا انا والاب ديالها سمعات الحيوانات المنويه قالت لماما راه ديجا قريناهم يعني هنايا كان ممكن انك ربما تشرحي لها اكثر مع العمر ديالها ملي كتقولي كونتاكت يعني لقاء بين جوج ديال الناس ولكن راه لقاء راه فيه من تسلام ديال اليدين لبزاف ديال الحوايج يعني كان ممكن تهضري على لقاء جنسي لان هي كبيره عندها 10 سنين تقدري تقول لها كيتلاقاو فيه الاعضاء الجنسيه علاش لان كان كيبغيو بعضياتهم الاب والام كيبغيو بعضياتهم كيعبروا على الحب ديالهم بواحد اللقاء اللي هو جنسي اللي كيتلاقاو فيه الاعضاء والاجساد بصفه عامه وهذاك اللقاء الجنسي هو اللي كنسميوه الجنابه تقدر تطلب منك تفاصيل اكثر ربما يجي وقت اخر باش تعطيهم ولكن كنظن هذه جمله سهله باش انك تقوليها انك يكون لقاء جنسي بحيث جوج الناس الاب والام في واحد الاطار شرعي كيتباغاو وداك الحب كيقدروا يعبروا عليه بواحد العلاقه جسديه بيناتهم اللي موراها هي كتسمى جنابه وموراها كتطلب الاغتسال معناتوش جاتك سهله هذه ولا لا مها مها نقط مها شو رايك في هذه الجمله جاتك سهله ولا لا لا سهله انا غير بغيت نعرف زعما واش سو لو مومون لا سي لو مومون بانها فاهمه بارفوا كنشوفها هكا كانت كتفرج معايا شي فيلم اولا شافت شي حاجه كتدور وجهها يعني كتعرف باللي لا البنيته راها فاهمه وفاهمه اكثر من داكشي اللي انت كتخيلي ومادامت هي عارفه حتى على الحيوانات المنويه تقدري تشرحي لها حتى كيفاش كيداروا الوليدات تقدري تقول لها مثلا راه فوسط من ديك هاد النوع ديال العلاقات هما اللي كيتلقى فيهم الحيوان المنوي مع البويضه تقول لها راه ديك الجنابه اللي هي علاقه جنسيه بين الاب والام هي فاش كيتلقى الحيوان المنوي مع البويضه وكيدير لنا الطفل وتما غتجمعي ليها القصه كامله غتولي عارفه من العلاقه الجنسيه الطفل فهمتيني اتفقنا معها بارفوا ليكول حتى هي كتكون ما تطيح في حتى يمكن حتى هو كيحشام اولا شي حاجه كيدوز داكشي مرور كامل داكشي علاش شوفي هي تكميله داكشي اللي كديري انت كيكمل داكشي اللي كيبداه الاستاذ مثلا الاستاذ عطاتك فرصه انك تهضري مع بنتك في هذا الموضوع السؤال ديالك معها ايضا علاش كتشدوا الباب عليكم في الليل غادي نجاوبوا به ايضا على السؤال ديال ام ريان اللي اتصلت بينا كتسولنا على ولدها اللي شاف الاب والام في وضعيه جنسيه حميميه كلهم طبعا كانوا ديرونجي ما عرفوش كيفاش يشرحوا كيفاش نتكلموا على هذا الامور اول حاجه هو ان عافاكم بقاو كتسدوا البيبان يعني ولو اللهم يطرحوا السؤال الوليدات علاش كتسدوا البيبان ولا انهم يشوفوا شي حاجه جنسيه حميميه لان باش ما كان ولو كنهضروا مع وليداتنا على الجنس كيخصنا نحميوهم من الحياه الجنسيه ديال الوالدين كيعرفوا بلي كاينه حياه جنسيه ولكن هما ما خصهمش يعرفوا التفاصيل ديالها هذه من جهه اخرى ان الى الوليدات شافوا شي حاجه وقع بالخطا وشافوا شي حاجه على حسب العمر ديال الطفل كيخصنا نشرحوا ليه مثلا كان صغير غنقولوا ليه سيت ان كالان
داك عناق كذا، كان شويه كبر وغنشرحوا ليه باللي راه داكشي اللي شفتي راه واحد الحاجه طبيعيه بين الامهات والاباء، بحيث كيتباغاو كيديروا حوايج اللي كتريحهم اللي زوينه، بحيث خصنا ندوزوا واحد الرسائل اللي هي ايجابيه على هذيك العلاقه الجنسيه، حاجه اللي هي زوينه، حاجه اللي كتفرحهم بجوج، حاجه اللي كتسعدهم بجوج، واللي كيعبروا بها على الحب ديالهم، وكتكون على بامور جسديه. والسهل والمنطقي في هذا الكلام نقولوا هي ايضا باش كنولدوا وليدات، اذا الا قلنا لهم باش كنولدوا وليدات الطفل غيقولنا وهي ان شاء الله غيجيني خويا ولا اختي. انا كنفضل ما نقولوش باش غنولدوا وليدات بطريقه مطلقه، غنقولوا باللي ومني كنكونوا باغيين نولدوا وليدات هذه حتى هي الطريقه اللي كنولدوا بها الوليدات، باش هكذا كنقدروا نشرحوا باللي العلاقه الجنسيه ما كدارش غير على ود الوليدات، كدار حتى على ود المتعه. ما غاديش نشرحوا المتعه للطفل الصغير، ولكن مثلا المراهق راه كيفهمها، ولكن كنهضروا على الاسعاد، انك تفرح، انك تسعد. بالنسبه للمراهق الحاجه اللي كتخلعنا هو انه يتجاوزوا الحدود. المراهق يديروا شي حاجه اللي المراهق ما بقاش الهضره بحال هكذا. دابا حنا رجعنا للطفل بزاف في ليميسيون لان جات الاسئله في هذا النطاق هذا، ولكن المراهق راه ما بقيتيش غتقول له كلام ملون، كلام ديال كذا لو كالا، هذه كتقول له شاف امور وشاف صور وشاف، كتهضر معاه بالعكس، كتهضر معاه باللي العلاقه الجنسيه كدوز بين جوج الاشخاص اللي هما موافقين، باللي كيحترموا بعضياتهم، باللي كاين اطار شرعي بالنسبه للناس اللي خصهم يحطوا الاطار الشرعي، ها هو الاطار الشرعي او الاطار القانوني، لان راه بعض المرات ما كنعرفوش الاطار القانوني، هو ان مثلا الدري اللي عنده 18 عام راه كيولي رشيد، وبلي راه الا دار شي حاجه مع شي وحده اللي صغيره راه كيولي داخل في لابيدوفيلي، يعني راه اغتصاب قاصر، يعني راه حوايج مهمه اننا نوضعوها. غير هو نهضروا بوضوح، ما بقاش دري صغير اللي غنبقاو ندور هذا، مهم نهضروا معاه على الافلام الاباحيه، العدد ديال الامراض الجنسيه اللي ما كيحميناش منها العازل الطبي، ونهضروا على الامكانيه ديال الحمل. هادشي كله خصي تهضر فيه المراهق. تبارك الله عليك دكتوره فدوى السعداني، شكرا لكم مستمعاتنا على حسن المتابعه.